واقعة جدلية لأحد قياديها تضع الداخلية ووزيرها بوجه غضبة نيابية تشدد على حتمية تطبيق القانون بحذافيره. كل عام وأنتم بخير وأهلا بكم إلى نشرة التاسعة. لم تدم أجواء الهدوء المصاحبة دوما لأيام الأعياد والعطل الرسمية، لم تدم طويلا حتى خرقتها مساء أمس أخبار حول واقعة تتعلق بالقيادي في وزارة الداخلية العقيد شكر النجار، حيث توجهت فتاة ليلة أمس إلى أحد المخافر للتقدم بشكوى ضد القيادي المذكور بدعوى التعدي عليها، ليسارع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بتشكيل لجنة تحقيق لبيان حقيقة الأمر. وعليه تدافعت التصريحات النيابية المستنكرة للواقعة والمطالبة وزير الداخلية بحتمية محاسبة أي مخالف وتطبيق القانون على كل متجاوز لنصوصه. وتعليقا على الموضوع نفى مصدر مسؤول في وزارة الداخلية نفى للراي تسجيل أي قضية ضد العقيد النجار، مؤكدا أن كل ما يثار هي أمور كيدية يراد بها تشويه سمعة القيادي الأمني. التقرير التالي لرباب بداح يستعرض المزيد. مساء أمس وفي حادثة جديدة قد تشكل حدثا سياسيا وأزمة مستجدة على الساحة، قدمت إحدى الفتيات شكوى بحق العقيد شكر النجار أحد القياديين في وزارة الداخلية بدعوى التعدي عليها. وعليها قام وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بتشكيل لجنة تحقيق في الوزارة لتقصي الحقائق في الأمر والوقوف عند ملابسات الشكوى. وبالفعل تم الليلة استدعاء العقيد النجار للتحقيق معه نزولا عند شكوى الفتاة. وعلى الفور وبعدما وصلت أحداث الواقعة إلى مسامع النواب، سارع أعضاء مجلس الأمة إلى إصدار مواقف وتصريحات في جلها تحذيرات لوزير الداخلية بعدم طي الملف وضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وفي هذا الإطار تساءل النائب مسلم البراك عن خطوات وزارة الداخلية وضباطها التي أدت إلى إخراج القيادي دون تطبيق القانون عليه، قائلا إن الأمر يدعو للألم والسخرية أن تقوم وزارة الداخلية بإخراج القيادي بدلا من تطبيق القانون عليه، محذرا من أي محاولة للضغط على شهود الواقعة أو على إدارة الرقابة والتفتيش بالتلاعب أو إخفاء التقرير المقدم منهم عن الواقعة. بدوره طلب النائب محمد هايف بضرورة تطبيق القانون على القيادي أسوة بباقي المتهمين بمثل هذه القضايا، وضرورة أخذ عينة من دمه وباقي الإجراءات التي تتخذ في مثل هذه الواقعة. النائب مبارك الوعلان حذر بدوره وزير الداخلية من الرضوخ للضغوط التي تمارس عليه لمنع تحويل القيادي إلى الطب الشرعي، قائلا إن رضوخ الوزير لمثل هذه الضغوطات سيواجه بتصعيد سياسي، مضيفا أن خيارات النواب للتعامل مع القضية ستكون مفتوحة. من جانبه حمل النائب فلاح الصواغ وزير الداخلية مسؤولية التستر على القيادي الذي قبض عليه، معتبرا إن إخراج القيادي تم من قبل رموز الفساد دون تسجيل قضية بحقه، مضيفا إن للقضية شهودا كثر هم على استعداد للإدلاء بشهاداتهم حول الواقعة. النائب جمعان الحربش قال إن على وزير الداخلية الآن استحقاقا أخلاقيا وسياسيا خطيرا لكشف جميع الحقائق ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة بالحادثة، مطالبا الوزير بمحاسبة جميع الأطراف التي تدخلت لحفظ القضية من أجل حماية القيادي. النائب فيصل المسلم وجه بدوره رسالة إلى وزير الداخلية قائلا له: إما أن تواجه الباطل وسيكون النواب معك، وإما أن تحميه فتكون جزءا منه، حينها ستكون أول المحاسبين ولا طريقا وسطا بينهما، والخيار لك. رباب بداح الراي.
واستكمالا لردود الفعل حيال الواقعة، تجمع عدد من المواطنين بمشاركة النائب مسلم البراك، تجمعوا أمام مخفر شرطة ميدان حولي للمطالبة بضرورة تطبيق القانون بحق العقيد شكر النجار أسوة بالذين يطبق عليهم القانون من الأفراد. وقد حضر إلى المكان أفراد القوات الخاصة وفرق من وزارة الداخلية لتأمين حماية المكان الذي قيل أن العقيد شكر النجار بداخله للتحقيق معه. وطالب المتجمهرون وزير الداخلية بعدم الكيل بمكيالين وضرورة تطبيق القوانين على أفراد وضباط الداخلية انطلاقا من ضرورة تفعيل القانون على الجميع وفق مسطرة واحدة. أمر عجيب، هذا مواطن، يعني هذا قبل لا يكون قيادي، مفترض أنه كأي مواطن متهم أو مقيم مفترض أنك تتخذ عليه الإجراءات. يعني الآن إذا جاك باشر أحد مواطن أو مقيم ارتكب فعل معين، تروح تشكل لجنة تحقيق عشان تعرف عمل الفعل ولا ما عمل؟ أنت طبق عليه الإجراءات كما ورد في الاتهام، وبعد ذلك حول إلى جهات التحقيق. إذا المحكمة برأته نحن لا نعترض على هذا الأمر وعلى أمر القضاء، ولكن أن وزارة الداخلية تطمطم وتلفلف القضايا من أجل القياديين فيها، ومنهم قياديين عليهم 1000 علامة استفهام،